طيب تمام. طيب يا باشمهندسين، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نشرح، هنكمل درس الفيرتشوال ورك الجزء الثالث، بس هنتكلم النهارده عن نوعيه مسائل اللي هي البيمز والفريمز لما يكون معاها لينك ممبرز. البيمز والفريمز لما يكون معاهم ايه؟ لينك ممبرز، بنسميها تراست بيمز او تراست فريمز. وهنتكلم برضه على مسائل التراسز. طبعا التراست تعريفه ايه؟ هو يعني ستراكشر مكون من لينك ممبرز. تمام يا باشمهندسين، يبقى دي الثلاث افكار اللي ان شاء الله هنتكلم فيها النهارده. طيب احنا معادله حساب الديفورميشنز سواء كان ديفليكشن او سلوب او روتيشن كانت عباره عن ايه؟ اللي احنا خدناها في الاول خالص كانت عباره عن مجموع ثلاث ترمات، يعني الديفليكشن النهائي او الديفورميشن النهائي مكون من مساهمه ثلاث ترمات، مساهمه البندنج مومنت، مساهمه الشير فورس، ومساهمه النورمال فورس. قلنا في مسائل البيمز والفريمز الكونتريبيوشن اوف شير والكونتريبيوشن اوف نورمال ده يعني ايه؟ يعتبر مساهمه ضعيفه. تمام، قيمتهم تاثيرهم ضعيف على النتيجه اللي هي الفاينل او التوتال ديفليكشن. فكنا مركزين على تأثير مين؟ البندنج مومنت. معايا يا شباب؟ يعني احنا مسائل اللي شرحناها قبل كده كنا بنرسم بندنج مومنت دايجرام بس، وبنعمل انتجريشن، بنضرب المساحات في الاوردينتس اللي قصادها. ما رسمناش شير فورس دايجرام، ما رسمناش نورمال فورس دايجرام، يعني انهم موجودين. يعني في شير فورس دايجرام موجود للفريم والبيم، وفي نورمال فورس دايجرام موجود للبيم والفريم. تمام، بس ما رسمناهمش لان تاثير النورمال والشير على او مساهمتهم في حساب الفاينل ديفورميشن مساهمه ضعيفه قليله. فكان تركيزنا كله على مين؟ على مساهمه البيندنج مومنت. طيب لو المساله النهارده اتحط فيها لينك ممبر، لينك ممبر طبعا احنا عارفين يعني بيبقى اوله واخره، يعني لينك ممبر شكله زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت، بيبقى اوله مفصله تمام واخره مفصله، بيقوله مفصله واخره مفصله، اوله هنج واخره هنج، ادي هنج في الاول وهنج في الاخر. تمام، بيبقى ستريت، ما بيبقاش عليه اي احمال، ده لينك ممبر. طب اللينك ممبر احنا عارفين طبعا من ستراكشر 1 ان هو الانترنال فورس اللي هو الوحيد اللي هو بيشيله، بيشيل نورمال فورس فقط، ما بيشيلش شير، ما بيشيلش بندنج مومنت. معايا يا شباب؟ تمام، حضرتك دكتور. تمام، طيب تمام، انا كده يبقى انا كده اللينك ممبر بيشيل نورمال فورس فقط. طيب النورمال فورس على اللينك ما اقدرش احمله في حسابات الديفليكشن والديفورميشنز، لا هو مؤثر هيدخل معانا في الحسابات وبيأثر فيها. تمام، بمعنى ان النهارده هيبقى عندي ترمين وانا بحسب الديفورميشن سواء ايا بقى كان نوع ديفليكشن سلوب تشينج سلوب وات ايفر، يعني النوع المطلوب او المطلوب اللي هيجي لك عباره عن مجموع ترمين البندنج تمام او التكامل او انتجريشن بتاع البندنج وانتجريشن ايه النورمال فورس. كده الترم دوت مش هينفع اعمله زي المسائل اللي فاتت. المسائل اللي فاتت بقى بحط في لينك ممبر. سامعيني يا شباب؟ معايا باشمهندسين مصطفى؟ مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك. تمام يا دكتور، مع حضرتك. نعم. يبقى المسألة لما يكون فيها لينك ممبر سواء يعني زي ما انتم شايفين في المسألة اللي على الشمال أو المسألة اللي على اليمين، أدينا في لينك ممبر أهوت. تمام، اول واخره هنج ستريت، ما فيش عليه اي احمال على السنتر لاين بتاعه، يعني ما فيش اي احمال، يعني احمال شير على السنتر لاين بتاعه. تمام، فده كده لينك ممبر. طيب المساله ديت فيها كام لينك ممبر؟ ادي كاميرا، ادي البيم اهوت اللي فوق، ده البيم اللي فوق، بيم شايل شيرنج فورس
تمام، دي انترميديت هنج اهيت، وادي تكمله البيم شايل زي ما انتم شايفين شيرنج فورس خلاص، خمسة ومتعلق عليه متعلق عليه كام لينك ممبر؟ خمسه فعلا، هم خمس لينكات. يبقى انت عندك خمس لينكات، واحد تمام واثنين وعندك الثاني دوت والرابع والخامس. طبعا احنا يعني هنشوف احنا في مسائل بعد شويه، احنا هنراجع على حساب الرياكشنز بتاعت اللينك ممبرز. طبعا كان في كذا طريقه بنحسب بيها الرياكشنز اللينك ممبرز، بفكركم بيها. انا ممكن استخدم انترميدينج واخد سيجما اقطع اللينك مثلا اللي تحت دوت، فالانترنال فورس اللي جواه هيظهر، افرضه الفرد ده، الفرد دوت يا جماعه انا فرض كده ايه تنشن ولا كومبريشن. هو السهم دوت بيعمل ايه في الفصله ديت؟ السهم ده بيعمل ايه في الفصله على اليمين؟ مش ده ولا ضغط كده تنشن، انا كده فرض تنشن. برافو عليك. كده السهم بيعمل ايه في الجوينت؟ انا كده فرض ان هو بيشد جوينت، يبقى انا فرض كده اللينك ان هو تنشن فورس، عليه تنشن فورس، فالانترنال رياكشن دوت بيظهر عشان انا قطعت في اللينك. تمام، طب حلو قوي. ده بالنسبه للينك اللي تحت. طب اللينك ده وده اجيب الانترنال فورس بتاعتهم ازاي؟ انا عندي طريقه ثانيه اللي هي طريقه ايه، اتزان جوينت. تمام، دي جوينت لان كل العناصر اللي بتصل بيها اللينك ممبرز، فانا بعمل اتزان جوينت. اتزان جوينت مكون من معدلتين اتزان، سيجما اف اكس وسيجما اف واي. طبعا انت عندك هنا مجهولين، ده مجهول الاولاني المفروض تنشن، تمام، وده مجهول الثاني المفروض تنشن. انا كده عندي مجهولين، يعني جوينت ديت فيها مجهولين، احلها واجيب ايه المجهولين دول. ونفس الكلام في الجوينت اللي على اليمين، هو مقطع كده هقطع في اللينك اللي فوق واللينك اللي على اليمين واللينك اللي على الشمال. طبعا اللينك اللي على الشمال دوت انا خلاص جبته في اول خطوه في مساله، فاضل لي كده مجهولين اقوم جايبهم. تمام، طبعا هفرض ايه انترنال فورسز عند الطرف الثاني، بس طبعا انا هركز على دول. تمام، ماليش دعوه باللي فوق دول، يعني دول مش داخلين في ديزاين الجوينت. اللي داخل في ديزاين الجوينت ان هم الاسهم اللي تحت ديت. تمام، طيب ازاي تعمل انتجريشن بتاع النورمال فورس؟ بسيط جدا. تمام، هتعمل ايه؟ هتحسب، طبعا انت هترسم نورمال فورس، يعني نفس الفكره اللي انت عملتها في بندنج مومنت. انت كان في عندك ام نود وام 1 وام 2 وام 3، فبالقياس هيبقى في عندك ان نود وان 1 وان 2 وان 3. هتضرب ازاي النورمال فورس في بعضه؟ او هتعمل انتجريشن ازاي ان انا اضرب النورمال فورس مثلا ان نود في الان 1 في الطول، يعني بضرب ان نود في ان 1 في طول اللينك على الجسامه بتاعته. تمام، دي هنا بقى دي الجسامه بتاعت اللينك ممبر، هتبقى اي 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 دوت اللي هو الكروس سكشن اريا، مش اي اي جسامه اللينك. تمام، اسمها اي اي مش اي اي، اي اي دوت بتاع البيمز والفريمز. دي طريقه الانتجريشن بتاعت النورمال فورس. خلاص، خلي بالك من ايه التريكه ديت، بقسم على اي اي تمام مع البندنج، بقسم على مين؟ على الاي اي. تمام، نورمال بقسم على الاي اي. طيب انا كده نبدا نشوف كده ايه اول فكره عندنا. مهندس ابراهيم صبحي، ابراهيم معاك يا دكتور. طيب شايف الفريم اللي قدامك دوت؟ تمام. السبورت ده اسمه ايه؟ السبورت اللي انا حاطط ماوس عنده. ماذا فين؟ ده السبورت ده اسمه ايه؟ نوع ايه؟ وفي كام رياكشن؟ اتنين يا دكتور. تمام، ده هنج سبورت في تو رياكشنز اكس واي، ده كلام جميل. طب واللي تحت ده؟ اللي تحت دوت فيكس سبورت 3 اسمه ايه وفي كام رياكشن؟ نوعه ايه وفي كام رياكشن؟ فيكس سبورت 3 رياكشن. تمام، في عندك هنا اكس واي وايه مومنت. طيب تمام، طيب في عندك لينك ممبر في المساله؟ ايوه يا دكتور، هو باين قدامنا اللي فوق ده، ده لينك ممبر اول واخر مفصله، اول واخر هنج، اول واخر هنج ستريت، مفيش اي احمال جايه عليه،
يعني مفيش اي حاجه جايه على السنتر لاين بتاعه، فده كده لينك ممبر. طيب ومديك علاقه ما بين الاي اي، تمام؟ طبعا الاي دوت اللي هو لينجس مودرس على الماتيريال، والاي دوت اللي هو كروس سكشن اريا، وعلاقه بينه وبين ايه، بين الاي اي، بين الجسائيه بتاعه الكاميرا. يعني مدي علاقه بين جسائيه اللينك مع جسائيه الكاميرا. خلاص انا بس في التعويض في الخطوه الاخيره. طيب المطلوب يا ابراهيم، Vertical deflection at point A يا دكتور. Vertical deflection عند point A، وايه كمان؟ Horizontal displacement of point B. طيب تتوقع كده نقطة A تطلع ولا تنزل؟ Vertical deflection هيبقى فوق ولا تحت؟ لفوق يا دكتور. ازاي لفوق؟ لا 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 سوري سوري، تحت يا دكتور، تحت تحت. تمام، عندك يعني اليونيفورم نود دوت في اتجاه الجرافيتي، اتجاه الجاذبيه، تمام؟ فاكيد يعني لما اجي احمله على السقف اللي فوق دوت اكيد نقطه ايه هتنزل. طب تتوقع نقطه بي، طبعا الطلب الثاني الهورزونتال ديسبيسمنت ات بوينت بي، تتوقع نقطه بي تروح يمين ولا شمال؟ تقريبا كده توقع كده مبدئي يمين يا دكتور. تمام، طيب احنا بقى عايزين نحسب الحاجات دي. اول خطوه هنعمل ايه يا ابراهيم؟ هم راسم البندنج مومنت للمساله وهسميه ام نود، ومحاسب اللينك رياكشن وهسميه ان نود. يعني هرسم بندنج مومنت للمساله واحسب اللينك رياكشن، تمام، بتاع اللينك اللي قدامنا دوت. طبعا عشان اعمل الكلام دوت لازم احسب الرياكشنز بتاعت المساله، يعني لازم احسب الخمسه رياكشنز اللي بيليه بالاحمر دول. هتحسبهم ازاي؟ وريت بس كده اسرع. هنفصل يا دكتور. تمام، ده حل جميل. ممكن افصل في اللينك، ممكن اقطع اللينك، يعني ممكن اقطع كده في اللينك خلاص، ماشي، ممكن اقطع المنظر دوت في اللينك خلاص. طيب تتوقع يعني هيبقى اللينك ده كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. اللينك ده فعلا متوقع ان هو يبقى كومبريشن، فانا هفرض كومبريشن فوق وكومبريشن تحت. ممكن فعلا افصل المساله، انا كده فرض كومبريشن على المفصله اللي فوق، كومبريشن على المفصله تحت، انا كده فرض كومبريشن اللينك ممبر. تمام، عندي مساله فوق فيها 3 رياكشنز اكس واي وار، وعندي مساله تحت فيها 4 رياكشنز. العقل بيقول ايه؟ ابدا بالمساله اللي فيها مجاهيل اقل، فهبدا بالمساله اللي فوق سيجما اف اكس، هم جايبين رياكشن اكس، وسيجما مثلا مومنت عندي اي، هم جايب الرياكشن ار، وسيجما اف واي للمساله اللي فوق هم جايب ايه؟ الرياكشن واي اي. تمام، انا بس عديت عليها سريعا عشان احنا ايه يعني موضوع الرياكشنز دوت يعني سهل. الرياكشن ار دوت لما اجي احسبه من المساله اللي فوق او معكسه على المساله اللي تحت، بعد كده هم جايب الرياكشنز بتاعت المساله اللي تحت. كل مساله ليها معادلات، ثلاث معادلات التزام بتوعها، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت. المهم خلاص احنا جبنا الاكسترنال رياكشنز بتاعت المساله، وجبنا اللينك رياكشن بتاع المساله. عايزين بقى نرسم بندنج مومنت يا ابراهيم، معايا؟ معاك يا دكتور. صح صح كده، وركز معايا. المساله اللي فوق ارسمها بندنج مومنت ازاي؟ والله ركز على نقطه مهمه اللي هي اطراف الكاميرات. طبعا ده فريم قدامي، يعني ده فريم كاميرتين، الفريم دوت فريم كده صغير كده كاميرتين. بحسب عند الاطراف، بحسب عندي سبورت، يبقى عندي كام نقطه يا ابراهيم؟ عندي خمسه. النقطه دي هيتجمع بندنج مومنت من على اليمين زيرو بندنج مومنت، النقطه دي هيتجمع بندنج مومنت من على اليمين هيطلع بكام؟ 8 في المسافه اللي هي 2، هيطلع بندنج مومنت يا ابراهيم كام؟ 16. دي لسه من فين؟ دي لسه من فوق. فوق يا دكتور. يبقى هرسم بندنج مومنت لفوق. طب دي جوينت، ركز على سكشن واحد فيها. انت عايز يعني سكشن؟ يعني هركز على سكشن واحد احسب له بندنج مومنت وهستنتج السكشن الثاني. فانا مثلا لو انا ركزت مع السكشن دوت، اجمع مثلا بندنج مومنت من ناحيه اليمين، عندك كام حاجه بتلف؟ عندك الار ومين؟ والثمانيه. الار بتلف ديلها تحت، والثمانيه بتلف ديلها ايه؟ فوق. فوق. تمام؟ طيب لو حصلت الكلام دوت هتطلع بكام؟ وهرسم ناحيه ديل السهم، فواضح ان تاثير الاكشن ار هو اللي كان اكبر، يعني تاثير الار او لفه الار المومنت اللي جاي من الار كان اكبر، كان ديله تحت، فقمت انا رسمت تحت. انت رسمت تحت 5.6 وكان عندي 16 ديل السهم فوق، قمت موصل ما بينهم تمام بالشكل ده، وبعد كده وصلت 16 بالزيرو.
كل ده ستريت لاينز تمام، كل ده ستريت لاينز تمام. طيب من اتزان الجوين دهيت، فالبندنج مومنت اللي هنا قد البندنج مومنت هنا قده وعكسه، فانا عندي السهم هنا يبقى العكس، السهم هنا يبقى العكس، فالبندنج مومنت يبقى لتحت زي ما انت شايف كده، وعندك البندنج مومنت هنا عند الطرف بزيرو، واوصل ما بين القيمتين دول بارابولا، بس البارابولا محتاج ثلاث نقط، ادي الاولانيه وادي الثانيه، هنجيب بقى الثالثه ازاي، بموصل بين النقطتين دوتد لاين خلاص، واجي عند النص انزل دروب اللي هو دبليو ال ال داش على 8، وموصل ايه كده بقى عندي النقطه الثالثه ايه، فبقى عندك نقطه 2 3 بتوصل للبارابولا ما بينهم. مع ابراهيم معاك يا دكتور. نرجع بقى للفريم اللي تحت او الكاميرا تحت، الكاميرا اللي تحت ديت عايزين نسميها بندنج مومنت، فهي انا كام سكشن هركز عليه، الطرف الفوق والطرف ايه اللي تحت، الطرف الفوق لما اجمع بندنج مومنت من فوق هيطلع بكام؟ زيرو يا دكتور. حلو، الطرف اللي تحت لما تجمع بندنج مومنت من تحت هيطلع معايا الام سي. والام سي يا ريس كانت ب 12، ودي السهم جوه الفريم، فهم راسم هنا ايه؟ هم راسم 12 كده، وعندي هنا زيرو، اوصل يظهر لك ايه المثلث الظريف ده، ده مثلث البندنج مومنت على العمود اللي تحت. تمام يا دكتور. ده كده بندنج مومنت مساله. طبعا بس ايه هنظبط شكل المساحات، هنقسم زي ما احنا عملنا قبل كده، هنقسم دوت الخط المائل ده، الخط المائل دوت هنقسمه مثلثين ماشي، وبرابلا هنزلها تحت، ادي الام نود بتاع مساله، وادي النورمال فورس بتاع اللينك كومبريشن. خلي بالك كومبريشن، الكومبريشن عندنا يعني ايه المنظر ده، فالرياكشن بتاع اللينك دوت اسمه ان نود ديو تو اكسترنال لودز. يبقى انا كده رسمت البندنج مومنت بتاع مساله والنورمال فورس على اللينك ديو تو اكسترنال لودز تمام، دي اول خطوه، رسمنا ام نود والان نود. طب انت مطلوب منك تحسب الفيرتيكال ديفليكشن عند نقطه ايه، نقطه ايه اللي هي اللي هنا دي، تحسب عندها فيرتيكال ديفليكشن، هتقوم عامل ايه، هتقوم راسم مساله فاضيه، وتيجي عند النقطه مطلوب عندها احسب الفيرتيكال ديفليكشن، تقوم حاطط عندها ايه يونت لود، فيرتيكال يونت لود واحد مثلا طالع او سوري نازل، وتقوم جاي على المساله ديت ومرسم لها البندنج مومنت بتاعها، وتقوم حاسب النورمال لللينك في الحاله دي. طبعا اللينك دوت هيجي له نورمال فورس ثانيه. طبعا عشان تعمل الكلام دوت هتعمل ايه؟ هتعمل نفس الفكره اللي انت عملتها من شويه، هتفصل المساله يعني هتقطع في اللينك، ويبقى عندك هنا الرياكشن على اللينك هنا مجهول، يعني هنا الرياكشن ار هنا مجهول، وعندك هنا اكس واي مجهيل، فتحل المساله اللي فوق تقوم جايب الرياكشنز بتاعتها، والرياكشن بتاع اللينك اللي فوق دوت تعكسه على المساله اللي تحت، وتقوم جايب الرياكشنز اللي تحت ديت، وتقوم راسم بقى بندنج مومنت للمساله اللي فوق والمساله اللي تحت. تمام معايا ابراهيم؟ احسب برضو عند اطراف الكاميرات، واحسب عند السبورت. تمام، فالسكشن على الطرف دوت هجمع بندنج مومنت على اليمين زيرو، السكشن ده هجمع بندنج مومنت زيرو، السكشن ده هجمع بندنج مومنت على اليمين هيطلع 0.4 في البعد العمودي، هيطلع يعني بندنج مومنت بيلف دي لسه تحت متزان جوينت، المومنت هنا هيرد لتحت. تمام، فهو مرسم بندنج مومنت تحت زي ما انت شايف. تمام، وعندي الاطراف هنا زيرو، وعندي الكتيفر ده كله زيرو، موصل الزيرو بالايه 2.4 كده، خلصنا الام 1. طبعا العمود اللي تحت دوت، العمود تحت دوت مش هيجي له بندنج مومنت معايا. اللينك ممبر هنا هيبقى عليه نورمال فورس طلعت كومبريشن 0.4، يعني كومبريشن 0.4. تمام يا ابراهيم؟ معاك يا دكتور. تمام، تعمل بقى تعمل دكتور سؤال معلش ممكن؟ اتفضل. هي النود دي 11.6 جت منين؟ اللي هي الرياكشن، ما هو الرياكشن لينك هو النورمال فورس على اللينك اللي هو الرياكشن اللي انا حسبته عادي يعني. رياكشن ار، ما هو الرياكشن ار دوت هو الانتنا فورس على اللينك، الرياكشن ار دوت هو الانتنا فورس على اللينك، هو النورمال فورس على اللينك، الرياكشن ار كومبريشن 11 هو ده، ونفس الفكره انت واحد طن دوت بيحمل على الفريم اللي فوق، فاللينك هيتضغط تمام، يعني اللينك هنا هيتضغط، هيتضغط ب 0.4، فده الان 1. طيب تمام، هنحسب بقى ازاي يا ابراهيم؟ هتقوم ضارب الام نود في الام 1، هتقوم ضارب الام نود في مين؟ في الام 1 اهو، الو ايوه يا دكتور. تمام، هتقوم ضارب الام نود ام 1 وهي ضارب الان نود في الايه؟ في الان 1. تمام على كده ابراهيم، انا دلوقتي سريعا كده بقى هنعمل انتجريشن دوت، همسك
الكاميرا دهيت الجاسية بتاعتها 1 اي فيها كم مساحة؟ فيها مساحتين، المساحة الأولانية بتاعت المثلث دوت اللي هو 5.6 في البيز اللي هي 5 على 2 سي جي في التلت، قبله الأوردينت اللي هو إيه؟ الأوردينت أنت شايفه دوت اللي هو ده اللي هو تلتين اللي هي 2.4 والإشارة تبقى بوزيتيف. بعد كده مساحة البارابولا تلتين البيز في الهايت تمام، الدروب دوت عمودي على الكاميرا طبعا، الدروب عمودي على الكاميرا، الدروب عمودي على الكاميرا، أي دروب في الدنيا عمودي على الكاميرا. فالدروب هنا اللي هو 5 في البيز اللي هي 5 في 5 في 2 على 3 يعني 30 بيز في الهايت، والسي جي هنا في النص، سي جي بارابولا في النص خلاص، اي قبله هنا اوردينيت اللي هو نص 2.4. خلصنا خلاص الكاميرا ديت، هنقسم بقى طبعا المساحات ديت على ايه، يعني هنقسم التكامل على اي 1 اي. نخش بقى على ايه الكاميرا ديت، الكاميرا ديت فيها كام مساحه؟ فيها برده مساحتين، مساحه فوق ومساحه ايه تحت. المساحه اللي فوق 16 في 6 على 2 سي جي في التلت، هيقابله الاوردينيت ده اللي هو تلت 2.4، والمثلث تحت فيه هنا سي جي في التلت هيقابله اوردينيت تلتين 2.4. المثلث دوت هيتضرب في اوردينيت بالنيجاتيف لان هما عكس بعض، والمثلث ده هيتضرب في اوردينيت بوزيتيف. طيب المثلث دوت ليه مساحه بس مفيش ايه اوردينيت قصاده. طيب المثلث ده فيه مساحه تمام بس مفيش اوردينيت قصاده. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الانتجريشن بتاع البندنج مومنت. طب انتجريشن النورمال هتعمل ايه بقى؟ هنضرب النورمال اللي هو ان نود، هنضرب الان نود في الان 1. طب والاشارات؟ والله لو الاثنين كومبريشن يبقى خلاص، يبقى يعني الضرب هيبقى ايه؟ بوزيتيف. طالما هما الاثنين كومبريشن او الاثنين تنشن هيبقى الضرب بوزيتيف. لكن لو الاثنين مختلفين في الاشاره او مختلفين في الاكشن يبقى الاشاره اللي حصل الضرب هيبقى ايه؟ نيجاتيف. تمام. فانا عندي ده كومبريشن اللي فوق ان نود كومبريشن 11 والان 1 كومبريشن 0.4، فهيضربوا باشارات يعني بوزيتيف، يعني حصل ضرب بوزيتيف في طول اللينك اللي هو 3 متر على اي اي. طبعا حسابات مساحات البندنج مومنت على اي اي، حسابات اللينك او النورمال بتاع اللينك على اي اي، وده اللي حصل تمام. يبقى انا كده عندي انتجريشن بتاع البندنج، هضيف عليه انتجريشن النورمال، حسابات البندنج كلها مقسومه على اي اي تمام، وحسابات النورمال مقسومه على اي اي. طب طلع الناتج عندي قيمه على اي اي وقيمه على اي اي، طبعا شايفين النتائج طالعه بوزيتيف، يعني ديفليكشن فعلا هيحصل تحت، ده منطقي. انا بقى مديلك علاقه ما بين الاي اي والاي اي، فانت يعني ممكن تشيل الاي اي دهيت وتحط مكانها التيرم بتاع الاي اي وتطلع ناتج في النهايه فانكشن في الاي اي بس كده. ناتج ايه بالمتر اللي هو الديفليكشن طلع بوزيتيف 37 على الاي اي، وده طبيعي ان هو يحصل ايه اللي تحت. ماشي يا ابراهيم؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. تمام. طيب الحسين محمد حضرتك يا دكتور. طيب يا حسين دلوقتي مطلوب التاني تحسب الـ horizontal displacement عند الـ node B. node B ديت اللي هي مكانها هنا خلاص، وابراهيم كان متوقع انها تتحرك هنا ناحيه يمين، وده منطقي لان هنا في عندك حمل مركز جاي عليها فغالبا هيزوها هنا ناحيه يمين، حمل مركز 4. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا رسمنا الام نود والان نود. طيب هقوم جاي مطلوب الثاني، هقوم جاي راسم مساله فاضيه معايا. معاك يا دكتور. طيب هتقوم جاي راسم مساله فاضيه، وبعدين هتقوم جاي عند نقطه بي تحط عندها ايه هورزونتال ايه يونت لود ناحيه اليمين تمام، وتقوم راسم البندنج مومنت المساله وهنسميه مثلا الام 2، وتقوم حاسب النورمال فورس على المساله وهنسميه النورمال فورس على اللينك في الحاله ديت هيكون اسمه ان 2 زي ما احنا شايفين. بص الفريم طبعا فكناه، قطعنا في اللينك وفكناه وفرضنا ادي اليونت لود اللي احنا حطيناه، ده اليونت لود اللي احنا ايه حطيناه تمام ناحيه اليمين. طيب عايزين بقى نرسم مومنت المساله ديت. طبعا عشان ترسم بندنج مومنت المساله ديت هتضطر انك تحسب الرياكشنز. طيب احسب الرياكشنز، مساله فوق مساله فوق انلودد مساله فاضيه، وبالتالي الرياكشنز ساعتها كلها بصفار واللينك يعني زيرو رياكشن تمام، فاللينك زيرو من فوق يبقى زيرو من تحت. هتحسب الرياكشنز اللي تحت، يعني المساله اللي تحت مفيش فيها غير واحد وزيرو، فهتجيب لك رياكشن واحد وهنا الرياكشن سوري رياكشن 0
تمام، وفي هنا الرياكشن بتاع المومنت هيطلع بثلاثه. فهم رسمين البندنج مومنت للمساله، طبعا المساله اللي فوق كلها زيرو بندنج مومنت، المساله العمود اللي تحت يعني هيكون عليه بندنج مومنت بالشكل ده. فهو ده الام 2 كله على بعضه، يعني ده كده الام 2، ده كده الام 2 كله على بعضه، زيرو للكمرتين اللي فوق و3 مثلث 3 على العمود اللي تحت. طب النورمال فورس على اللينك اللي هو الان 2 بزيرو، بس احنا كده يعني رسمنا الام 2 وحسبنا الان 2، رسمنا ام 2 وحسبنا ان 2، يعني اللينك هنا في كيس زائد بزيرو. طيب يبقى الهورزونتال ديسبيسمنت عباره عن ايه؟ عباره عن انتجريشن بتاع البندنج مومنت اللي هو اضرب ام 0 في الام 2 واجمع عليه الان نود في انتجريشن ان نود في الان 2. طيب واضح ان الحسبه ايه في سطر واحد. طبعا مساحات الام نود مش هاخدها كلها، انا هاخد اللي يهمني. فالمساحه اللي هتاخدها من الام نود يعني هتاخدها اللي هي بتقابل مين؟ المساحه دي يعني دي مساحه الام 2 يقابلها ام نود مثلث ام نود 12 في 3 على 2 سي جي في الثلث، هيقابله الاوردينيت اللي هو تلتين التلاته اللي هو هنا دوت والاشاره بوزيتيف، وهقسم على الاي اي كده. احنا كده ايه خلصنا الانتجريشن بتاع البندنج، واضيف عليه الانتجريشن بتاع النورمال لان النود لان النود بتاع اللينك اللي هو كان 11 كومبريشن لان 2 بزيرو. فطبعا الترم ده كله ايه اوريدي بزيرو، فانت هيظهر بس معاك الترم بتاع البندنج وطلع ناتج بوزيتيف 36 على الاي اي. بوزيتيف يعني ايه؟ يعني فعلا ديفليكشن هيبقى ناحيه ايه؟ اليمين. تمام، بس كده يعني اتحلت في سطر واحد. ماشي، شكرا يا حسين. محمد حسن. ايوه دكتور محمود، صح صح كده وركز. مساله جديده عندنا فريم بالشكل ده ومرتكز على هنج سبورت ورولر سبورت، وهنا في لينك ممبر زي ما انت شايف، ادي لينك ممبر اللي هو ام ان. تمام، وادي اللي عندك يونيفورم لود محمل على السقف اللي فوق، وفي عندك هنا حمل لاترال جانبي 4 رايح ناحيه اليمين، يعني فريم مساله فريم فيها لينك ممبر، فتاثير النورمال هيبقى داخل في المساله. طيب ايه بقى المطلوب يا محمد؟ اول حاجه مطلوب vertical deflection h. تمام، تتوقع يبقى لفين؟ اهو vertical deflection عند h لفوق ولا تحت؟ هيبقى لتحت عشان ال اللود ال 210 للمتر اللي فوق، اللي قلنا في المولود اللي فوق اللي هو 2 طن بالمتر ران. تمام، ده محمل على السقف اللي فوق، فنوت اتش اكيد هتنزل تحت. تمام، جايه تحت هنا، ده نور ديفليكشن جايه لك هنا. تمام، طيب تشينج سلوب عند الطلب دوت بيطلب عند مين؟ عند الانترميت هنج. عندك هنا في انترميت هنج تشينج سلوب ات بوينت، هنا مقصود هنا بوينت، لا هو سوري هنا برضو يعني مقصود هنا بوينت اتش اللي هي دي تشينج ان ستوب بيطلب عن الترميت هنج. الطلب الثالث ريلاتيف ديسبليسمنت بتوين ام اند اند ان، ده معناه ايه؟ الام والان ابصم ما بينهم خط وهمي، عايز اعرف ايه بقى؟ اسمه ده الريلاتيف ديسبيسمنت، عايز اعرف ايه؟ النقطتين ام وان لما اجي اوصل بينهم خط وهمي، عايز اعرف هما بيقربوا من بعض ولا بيبعدوا عن بعض؟ ماشي تمام يا دكتور. معايا؟ معاك. الو؟ ايوه معاك مع حضرتك يا دكتور. معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. يبقى انا كده عايز اعرف النقطتين ام ان بيقربوا ولا بيبعدوا عن بعض. تمام، هتقول لي طب ما في بينهم لينك ممبر، هما ازاي يتحركوا يعني ازاي يقربوا او يبعدوا عن بعض وفي بينهم لينك ممبر؟ ما هو لينك ممبر دوت قابل لايه؟
للايه الانضغاط وقابل للاستطاله. يعني لينك مين برضه بيحصل له ايه ديفورميشن، يعني يعني بيقبل بيقبل الانضغاط. لو يعني لينك مين برضه لما بيضغط يبقى هي اكيد ام وان هيقربوا من بعض. لينك مين برضه لما يستطيل اكيد ام وان بيبعدوا عن بعض. وراجع كده على structure one، ازاي هترسم البندنج مومنت؟ طبعا انت اول خطوه لازم ترسم بندنج مومنت المساله، تمام؟ تحسب النورمال بتاع اللينك. طيب ازاي بقى يا بطل هتعمل الكلام ده؟ محتاج تحسب ايه الاول؟ هفصل اللينك ممبر وافيده كومبريشن. طب ما تستنى شويه كده، سيبه في حاله كده ما تجيش ناحيته، استنى شويه كده. طيب اولا انت عندك هجيب المومنت سيرنا سبورتس هنا عندك الهنجد والرولر. واحده واحده بس، واحده واحده يا محمد. انت عندك الهنجد سبورت في كام رياكشن؟ في 2 اكس واي معايا، تمام؟ والرولر سبورت في كام رياكشن؟ واي بس. حلو، اخد المومنت عندي. لا ثانيه واحده ثانيه، الانترنال فورس بتاعت اللينك ليه مش باينه؟ عشان ما قطعتش فيه بالظبط، لسه ما قطعتش فمش باينه، يبقى انا كاني مش شايف اللينك ده، يبقى انا مش شايف قدامي غير التلاته رياكشنز دول اللي هما اكس واي وواي، دول انا شايفهم. الرياكشن اللينك انا ليه مش شايفه؟ عشان ما قطعتش فيه. فمبدئيا كده انا عندي تلاته رياكشنز، طبعا هو في رياكشن رابع بس هو مش باين عشان لسه ما قطعتش فيه. طب هجيب التلاته دول ازاي؟ هو ثانيه واحده، انت هتعمل ايه في اليونيفورم لود ده؟ هيبقى 2 ملتبلاي ال 8. هي هتظبط معاك وانت بتحسب الواي رياكشنز، لكن مش هتظبط معاك وانت بتحسب الاكس رياكشنز. يعني الاكس رياكشن مش هتظبط معاك الفكره دي، فانت يعني امن نفسك وتقسمه. هنقسم مليون فورم لود جزئين، جزء على الشمال اللي هو 2 4 2 في 4 بكام؟ ب 8. والجزء اللي على اليمين دوت 2 2 في كام؟ 2 في 4 ولا في 5؟ 4 4 مش 5. لا في 4. برافو عليك، يبقى ده 8. انت عندك هنا 8 8 هنا و 8 هنا. طيب ده كلام جميل يا محمد. هتشتغل بقى الرياكشنز ازاي بقى؟ ايه اول معادله تفكر فيها؟ هاخد سيجما المومنت عند ايه من غير مقطع خالص، هجيب الواي سي. ممتاز. بعدين سيجما الواي اجيب الواي اي. ممتاز. بعدين هبتدي اقطع بقى. لا لسه الاكس. طيب ما الاكس هتبقى بزيرو. لا في عندك هنا لاتر الفورس 4، يبقى الرياكشن دوت اتجاهه كده مش صح، المفروض يبقى ايه؟ يبقى عكس 4 شمال. طيب انت كده جبت الايه السبورت ايه رياكشنز، تمام؟ فاضل اللينك. اجيب بقى ازاي اللينك ممبر دوت؟ هتجيب ازاي الرياكشن بتاعه؟ هقطع واخد المومنت عند الهنج. حلو قوي، هاجي عند ترميت هنج واقطع عندها، يعني ان انا اخد سيجما مومنت رايت او ليفت. فما اجي اخد سيجما مومنت رايت، تمام؟ تمام. هرجع عند ترميت هنج وانا راجع يقابلني اللينك، او مقاطع اللينك، ينفع اقطع اللينك او ينفع اقطع اللينك. بس مجرد ما تقطع اللينك الانترنال رياكشن بتاعه يظهر، انا كده فارض تنشن ولا كومبريشن؟ كده تنشن. سيجما مومنت رايت هيدخل معاك كام حاجه؟ هيدخل معاك 8، بتلف في البعد بتاعها بعد العمود العالي اللي هو ده 8 في 2 عليك، وهضيف عليه الرياكشن دوت اللي هو ار بيلف مع 8، الار بيلف مع 8 في البعد العمودي على الار اللي هو قد ايه؟ 3. ممتاز. ماينس الرياكشن واي سي اللي تحت دوت بيلف عكسه، فانا قلت له ماينس واي سي في بعد قد ايه؟ 4. ممتاز، ده كلام جميل. هم جايبين ايه؟ اللينك رياكشن ار او اف طلع 10 تنشن. معايا يا محمد؟ معاك يا دكتور، كده الفايل دي صح. ممتاز. بقى كده جبنا ده كده يعتبر النورمال فورس على اللينك ده كده اللي هو ايه يعتبر ايه بقى اسميه ايه كده ان نوت. ممتاز. طيب عايزين كده بقى نرسم البندنج مومنت للفريم ديو تو اكسترنال لودز. هتعمل ايه بقى؟ هحسب والله عند الاطراف، ادي الطرفين دول هحسب عندهم، والطرفين دول والطرفين دول والطرفين دول،
وعندي ده كده يعتبر بالنسبه لي كده ايه يعني كونسنتريت لود بيأثر على العمود فاحسب عنده. يبقى شويه النقط دول احسب لهم بيندنج مومنت. طب النقطه ديت يا محمد هجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع بكم؟ زيرو. ممتاز. والسكشن ده هجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع بكم؟ زيرو برضه. طب دي جوينت فيها سكشنين فلما يكون السكشن ده بزيرو يبقى ده بزيرو. خلصنا خلاص يبقى العمود دوت كله على بعضه كام؟ زيرو. طيب ايه ده يا محمد؟ دي جوينت بس عند انترميت هنج يبقى السكشنين دول مالهم؟ السكشنين دول عند انترميت هنج بزيرو معايا؟ زيرو مع حضرتك. طب واخد بالك ان احنا دلوقتي عندنا الاربع اطراف اللي احنا حسبنا عندهم اربع اطراف اللي احنا حسبنا عندهم كلهم اصفار يعني ده زيرو وده زيرو وده زيرو وده زيرو. هتوصل بقى ازاي بقى؟ هتوصل ازاي بين الاربع اصفار دول؟ الزيرو ده والزيرو ده هتوصل ستريت لاين عادي. تمام. لكن الزيرو ده والزيرو ده هتوصل بينهم بارابولا. ايه البارابولا دي جت منين؟ انت عندك هنا في يونيفورم لود. تمام؟ يونيفورم لود بيأثر عليه على الانكلايند ممبر ده فالانكلايند ممبر دوت البيندنج مومنت في اوله بزيرو في اخره بزيرو فانت محتاج ترسم بارابولا. بارابولا محتاجه ثلاث نقط فانت جاهز عندك نقطتين ادي الاولانيه وادي الثانيه. هجيب الثالثه ازاي؟ بوصل بينهم دوتد لاين خلاص واجي مع ده نص اقوم نازل دروب كده جبت النقطه الثالثه بقى عندي ثلاث نقط اقوم راسم البارابولا. النقطه دي الدروب بتاعها اللي هو دبليو ال سكوير على 8 اللي هو البيم العادي دبليو ال سكوير على 8 يعني اللود اللي انت بتقول عليه دوت اللود الطاير دوت بيجيب لك دروب اللي هو دبليو تمام ال سكوير على مين؟ على 8 زي البيم العادي دبليو اللي هو كان 2 طن بالمتر ماشي في الطول بتاعه الطول بتاعه هنا 4 سكوير على 8. يبقى انا عندي هنا العمود ده كله زيرو لكن الكاميرا مايل ده زيرو لا ده في زيرو في اول اخر وبعد في بروبلم. السكشن ده بيندنج مود السكشن ده هجمع بيندنج مود من تحت يطلع بكام؟ زيرو برضه. طيب اللي بعده شايف السكشن ده هجمع بيندنج مود عنده من تحت اللي هو الاكس هو الاربعة في اربعة. ممتاز ممتاز. بتلف دي السهم فين؟ دي السهم جوه الفريم. اه تمام. هوصل للزيرو يبقى عندي هنا 16 خلاص هوصلها بالزيرو اهي. طيب خلي بالك ماشي انت عندك هنا الفرصه دي اف بس ثانيه عشان بس ايه ما تبقاش ماسح حته دي فرصه اف. السكشن ده هتحسبه بند بنوت ازاي؟ لا معلم عليه هيبقى 4 4 7 ماينس الاكشن ايوه ثانيه واحده الاكشن دوت اللي هو 4 في ارتفاع 7 بيلف بالشكل ده ده السهم جوه الفريم 4 في 7 ب 28. ممتاز. طب الاف اللي هي ب 10 اف ده ب 10 هتلف مع ولا عكس الاكس؟ تلف عكسه. ممتاز. 10 في البعد العمودي اللي هو كام؟ 30. جايب لك 30. طب انت عندك 30 دي للسهم بره و28 دي للسهم جوه يبقى مين الكبير؟ 30 اكبر من 28 هيبقى 2 لبره. 2 لبره 2 بره هنا ايه ده 2 بره وعندك هنا كان في 16 جوه فهتوصل بيندنج مومنت كده تمام. طب ميزان الجوينت لما يكون في 2 لبره هنا يبقى عند السكشن دوت في 2 بره كده. طب هتوصل ازاي بين الاثنين والزيرو؟ هتوصل ازاي ادي اثنين اهيت دي لسه من فوق هوصل بينهم دوتد لاين ومعلي الكور بتاعتي بيندنج مومنت فاينل ادي الزيرو والزيرو وصلنا بينهم زيرو دياجرام لكن الزيرو ده والزيرو ده وصلنا بينهم بارابولا والزيرو اللي هنا والاثنين هنا مثلث وعلقنا بارابولا تحت وكان في اثنين هنا بره وفي 16 جوه وصلنا بينهم المنظر دوت وبعد كده الشكل دوت ايه يعني قسمناهم مثلثين زي ما انت شايف. دكتور مش المفروض دكتور مش المفروض البارابولا المايله دي اصلا تبقى يعني افقيه ولا تبقى شكلها كده؟ زي ما هي كده. بس انا ما حللتش ال الثمانيه اللي كانت موجوده يعني. مش محتاج احللها يعني دي يعني بص الانكلايند بيم
كان في مجموعه يعني كيسز من اليونيفورم نود اللي جاي عليها. ده الكيس اللي هي بتجيب لك ده، يعني انا عندي هنا يونيفورم نود، انت بتقول عليه اليونيفورم نود الطاير، بيجيب بيندنج مومنت دروب بتاعه عمود على الكاميرا دبليو ال سكوير على 8، بنوصل البروبلم بالشكل ده. مش محتاج ان انا اخليها افقيه لان الكاميرا بتاعتها مش افقيه، الكاميرا مايله، فهسيب البروبلم بالمنظر ده واشتغل عادي. اقول تلتين البيز، البيز اللي هو الطول المايل دوت، تلتين البيز في اللايت اللي هو ده بس. ماشي تمام. طيب ده كده الام نود، والان نود اللي انت اللي هو الرياكشن اف اللي هو كاتنشن. طيب بقى نبدا نحل المساله. المطلوب ان انا احسب الفيرتيكال ديفليكشن عند نوت اتش، يعني عند نوت انترميت هنج. هتقوم راسم الفريم فاضي وتوجع نوت اتش، تحط ايه؟ احط بالظبط فيرتيكال. تمام فيرتيكال يونت لود واحد. تمام. طب هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه المساله دهيت؟ هتقوم راسم لها الام 1 وتقوم حاسب اللينك رياكشن وهنسميه ان 1. طب عشان هتشرب نفس الفكره اللي انت اشتغلتها في حساب الرياكشنز ورسم المومنت في ايه في حاله الام نود. اول حاجه هتبقى حاسب الرياكشن اكس. اول حاجه مش هاجي ناحيه اللينك، يعني مش هقطع في اللينك من دلوقتي، يعني اللينك لسه ما قطعتش فيه، استنى شويه ما قطعتش في اللينك. عندي هنا رياكشن اكس واي واي اهو جايبهم. بعد كده خطوه ثانيه مقطع في اللينك عن طريق تميد هنج، اخد مومنت رايت كده جبت رياكشن لينك. طبعا انا فرض تنشن طلع فرض ايه شكله ايه صح. فكده خلاص جبنا الاكسترنال رياكشنز بتاعه السبورتس وجبنا الانترنال رياكشن بتاع اللينك. الخطوه بعد كده برسم نعم هقسم الام 1 بعد كده. هتقوم حاسب من دي مومنت عند الاطراف بالمنظر دوت وعند الحمل المركز ده. ده كده يعتبر حمل مركز على العمود، يعني يعني الاف دهيت بالنسبه للعمود تعتبر حمل كونسنتريتد، فلازم احسب عندها البيندنج مومنت. السكشن ده هجمع بيندنج مومنت تحت يطلع زيرو، السكشن ده هجمع بيندنج مومنت تحت يطلع زيرو، السكشن ده يطلع بزيرو، السكشن ده يطلع بزيرو. يبقى انا عندي الفريم دوت كده زيرو، ده هنا زيرو وده هنا زيرو. تمام اللي هو الفريم اللي على اليمين. طب الفريم اللي على الشمال السكشن ده بيندنج مومنت عليه بزيرو. طب السكشن ده جمع مومنت عليه من تحت يطلع زيرو، فانت عندك زيرو زيرو توصل بينهم كده. طيب السكشن ده هجمع بيندنج مومنت من تحت فيطلع الاو بوينت ده في ثلاثه ثاني، القيمه دي يعني ثلثين في ثلاثه باثنين، دي السهم بره. طيب الجوين ده فيها سكشنين فالسكشن الثاني هيرد باثنين العكس. تمام. طيب ارسم بقى بيندنج مومنت ازاي؟ انت عندك اثنين دي السهم فوق، ارسم اثنين فوق ووصل بزيرو، وبعدين اثنين بره اوصلها بزيرو. ده بيندنج مومنت يعني ايه سمبلي بالشكل ده. ده بيندنج مومنت اللي هو ام 1. طيب النورمال فورس عندك بكام؟ النورمال فورس هي تلتين 0.67 بس كده. انت عايز تحسب الفيرتيكال ديفليكشن، اضرب الام نود في الام 1 واضرب الان نود في الان 1 زي ما اتكلمنا ايه قبل كده. طبعا انا الام نود مش محتاج اخد منه كل المساحات، انا محتاج بس اخد المساحات اللي قصاد مين؟ اللي قصاد مين؟ المثلثين دول. ماشي قصاد ايه؟ المثلثين دول. يعني شوف المثلثين دول ايه المساحات اللي في ام نود قصادهم واضرب بيه فيهم. خلاص بعد كده وانت بتضرب الان نود في الان 1 هتطلع الاشارات في عندك الان نود كان تنشن والان 1 كان تنشن، فخلاص يعني حصل ضرب يعني بوزيتيف في طول اللينك على الاي اي. طلع ناتج فاينلي، طبعا انا مديك علاقه ما بين الاي اي والاي اي، فطلع ناتج فاينلي قيمته ايه؟ 15 على اي اي. الناتج بوزيتيف. الناتج بوزيتيف معناه ايه؟ ان الديفليكشن داون وورد. صح. تمام ماشي يا محمود. مصطفى معاويه. ايوه دكتور مع حضرتك. محمود عبد المقصود. مع حضرتك يا دكتور. طب صح كده وركز. ايه المطلوب التاني؟ طالب منك التشنج ان سلوب عند مين؟ عند الهنج. طب هو مرسم الفريم فاضي وهاجي عند الترابيد هنج حاطط يونت مومنتس اللي انت شايفهم قدامك اللي هم الوحيد دهيت، حاططهم في ظهر بعض يا اما نازلين تحت يا اما الاثنين طالعين فوق، فانا هفرض الاثنين نازلين تحت. طيب واعمل ايه بقى؟ المفروض ارسم بيندنج مومنت في الكيس دهيت واسميه ام 2 ومحاسب النورمال فورس واسميه ان 2. طب عشان ترسم بيندنج مومنت ام 2 محتاج تحسب الرياكشنز معايا؟ مع حضرتك معايا محمود؟ طيب حضرتك بص يا محمود
ركز بقى في اللي يحصل دلوقتي. دلوقتي انا عايز احسب الاكسترنال ريأكشنز. لو اخدت سيجما المومنت هنا طبعا لسه ايه اللينك دوت، تخيل انك انت لسه ما قطعتش فيه، يعني اللينك تخيل ان هو موجود وانت لسه ما قطعتش فيه. انا هركز بس على الثلاثه ريأكشنز اللي هم الاكس والواي والواي. السيجما اف اكس هيطلع الاكس دوت بزيرو خلاص. سيبك دلوقتي من اللينك، اللينك تخيل ان هو موجود وانت لسه ما قطعتش فيه، يعني تخيل ان هو مرسوم موجود وانت لسه ما قطعتش فيه. ما تجيش تحدد دلوقتي. انا سيجما اف اكس المساله كلها يطلع الريأكشن اكس دوت مالو بزيرو. سيجما مومنت هنا المساله كلها يطلع الريأكشن واي دوت بزيرو. ليه؟ لان الواحد ده والواحد ده هيكنسلوا بعض. معايا يا محمود؟ سيجما اف واي الريأكشن ده يطلع بزيرو. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب يعني كده يعني حاجه غريبه، الاكسترنال ريأكشنز كلها يعني طالعه زيرو. طيب فضل بقى نحسب ايه؟ الانترنال ريأكشن بتاع اللينك. قاطع عن طريق الترميد هنج. الترميد هنج اخد مومنت رايت وانا باخد مومنت رايت وانا باخد مومنت رايت واقطع لينك او مفرد مثلا اللينك دوت ان هو تنشن بالشكل دوت افرض ان هو تنشن و وانا باخد سيجما مومنت رايت هيدخل معاك واحد دوت اللي هو بيلف يعني عكس قطر الساعه عندك لو كويس وهيدخل معاك الرياكشن دوت. لازم افرض ان هو ايه يعني لازم افرض الرياكشن دوت ان هو رايح يعني شمال عشان يتزن مع الواحد فيطلع الرياكشن دوت بتلت يعني يطلع اللينك رياكشن بتلت. طيب عايزين بقى نرسم البندنج مومنت الرئيس. بترسم البندنج مومنت ازاي؟ طب حسب عند الاطراف دهيت اخد المومنت عند تمام ثانيه عند محمود الكيس دهيت ومحاسب قبل العزوم مركزة وبعد العزوم مركزة ومحاسب قبل العزوم مركزة وبعد العزوم مركزة ومحاسب عند الطرف ده والطرف ده والطرف ده وعند الحمل المركز ده خلاص. طب السكشن ده اجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع زيرو والسكشن ده اجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع زيرو فزيرو زيرو هنوصل بينهم يبقى العمود ده كله عليه زيرو بيندنج مومنت. الجوينت دهيت لما يكون السكشن ده زيرو يبقى السكشن الثاني زيرو. طب السكشن ده زيرو ركز يا محمود لو زيرو هتاخد زيرو خلي بالك. السكشن ده اجمع محمود من ناحيه الرايت كده تمام هيدخل معاك كام حاجه؟ هيخش معايا الرياكشن اللي هو تحت ويخش معايا الفورث اللي هي بوينت 3 3 حلو الرياكشن تحت بزيرو تمام. الرياكشن تلاته الرياكشن على اللينك دوت بتلت الرياكشن على اللينك دوت بتلت خلاص تلت لما تضرب في تلاته بتلت بواحد ايه؟ واحد ديل السهم ازاي؟ بيلف كده ديل السهم ايه؟ فوق ديل السهم لبره ولبره فهو برسم واحد لبره خلاص يا محمود مع حضرتك شايف السكشن ده يبقى انا كده رسمت ايه واحد لبره وموصله ايه بزيرو. طيب السكشن ده عايز يحسب له بندنج مومنت منين؟ شمال بقى انت من تحت خالص مفيش مشكله جمع شمال ماشي هنجمع كده هيدخل معاك كام حاجة؟ يخش معايا الفرصة في الدنس يدخل معاك الرأسية اللي هي بتلت ويدخل معاك اللينك فورس ماشي اللي هي بتلت خلاص بتلف ازاي؟ بتلف كده دي لسه من فوق معايا؟ مع حضرتك. طب محمود شايف الواحد دوت؟ داخل معاك في التجميع دي ولا لا؟ لا كويس يبقى انا تمام طلعت معايا واحد دي لسه من فوق دي لسه من فوق اهو. طيب السكشن ده احسن بندنج مومنت منين؟ او مجمع بندنج مومنت من ناحيه الشمال اجمع بندنج مومنت من الشمال يدخل معاك كام حاجه؟ يخش يطلع بواحد بص معاك الرياكشن الرياكشن علينا كده يطلع واحد ممتاز تمام ودي السهم فوق من رسمنا فوق ووصلنا بواحد دوت. طب من ديزاين الجوينت لما يكون ده واحد فاكيد ده لازم يبقى واحد يبقى اللي على الشمال واحد العكس بالظبط تمام. طب السكشن ده عايزين نحسب له بندنج مومنت السكشن ده احسب بندنج مومنت او مجمع بندنج مومنت من تحت
هيطلع بزيرو، مفيش حاجه بتلف، يطلع زيرو واحد اوصل بينهم، والسكشن الطرفي دوت زيرو اوصل بينهم. خلصنا كده الام 2 واللينك رياكشن كان ايه؟ كان عليه يعني تنشن فورس تلت. طيب اللي تشينج ان سلوب عباره عن حاصل ضرب الام نود في الام 2 وتجمع عليه الان نود في الان 1 في الان 2. الانتجريشن يعني عندك عباره عن ترمين. طيب اضرب الام نود في الام 2 زي درس اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت على الفريمز. في مشكله عندك يعني تشوف المساحات ديت، المساحات ديت مين بيعملها في مساحات مين؟ الام نود اللي تحت معايا يا محمود. طيب يعني شوف المساحات دي مين بيعملها في الام نود بضربهم في بعض زي ما خدنا درس اللي فات. طيب الان نود في الان 2 الان نود كانت ب 10 تنشن والان 2 بتلت تنشن، فهضرب 10 في تلت والاشاره حصل ضرب بوزيتيف في طول اللينك على في طول اللينك على ايه؟ على ايه؟ الان نود الان 1 اللي هي بتلت في طول اللينك على. طبعا طلع ناتج طبعا فانكشن في الاي اي وفانكشن في الاي اي، بس انا مدي لك في الاول مساله في علاقه ما بين الاي اي والاي اي، فبنطلع ناتج في النهايه فانكشن في مين؟ في الاي اي. ماشي يا محمود شكرا. شكرا احمد سمير. احمد سمير اسلام. اسلام محمد. ايوه ايوه يا دكتور انا احمد سمير. ماشي يا احمد. احمد سمير بص كده المطلوب التالت ايه؟ الديسبليسمنت ما بين ام وان. لا لا ريلاتيف ديسبليسمنت. ريلاتيف ديسبليسمنت اللي هي الحركه او الحركه النسبيه، يعني النقطتين بيقربوا من بعض ولا بعيدوا عن بعض. تمام. طيب هتعمل ايه بقى؟ هتبرس مساله فاضيه. وتخيل كده ان اللينك هنا مرسوم اهو، يعني اللينك مرسوم كده ما جيناش ناحيته، بنرسم مساله فاضيه. ايه نوعيه الفيرتشوال لود اللي انت هتحطه؟ ايه نوعيه الفيرتشوال لود اللي هتحط؟ او برسم مساله فاضيه، هاجي عند الام والان بتخيل كان في خط وصل ما بينهم، بحط يونت لودز زي ما انت شايف كده. يعني هو ده الفيرتشوال لود اللي انا حاطه، اللي هي واحد على الشمال واحد على اليمين. انا كده فرض انه ده كده الفيرتشوال لودز اللي انا حاططها، الفيرتشوال يونت لودز. انا كده فرض ان هم الام والان بيبعدوا عن بعض ولا قربوا من بعض؟ يا احمد ده بيقربوا من بعض. راجل ركز، انا فرض الوحيد الواحد اللي هو في البرواز ده المربع ده الواحد دوت والواحد ده، الواحد على الشمال والواحد على اليمين، انا كده فرض هما بيبعدوا عن بعض ولا بيقربوا من بعض؟ اه المربع اللي بره ولا الاف؟ لا سيبك من الاف خالص، مالكش دعوه بالاف. اه كده يبقى بيبعدوا عن بعض. الفيرشوال لود هو ده الفيرشوال لود اللي انا حاطه واحد واحد، هو ده اليونيت لود اللي انا حاطه واحد على اليمين واحد على الشمال، انا كده فرض الام والان بيبعدوا عن بعض. تمام ماشي يا احمد. طيب يبقى عايز ارسم بقى طبعا ايه المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ ارسم من نجمه المساله دهيت واسميه ام 3 واحسب اللينك رياكشن واسميه ان 3. طب عشان احسب ارسم الام 3 لازم احسب الاكسترنال رياكشنز بتاعت الايه؟ بتاعت السبورتس. ماشي. طب عشان تجيب الاكسترنال رياكشنز بتاعت السبورتس دهيت ركز معايا يا احمد. لو انا قلت سيجما اف اكس ده يطلع بكام؟ سيجما اف اكس الرياكشن يطلع بكام؟ بواحد. بزيرو. بزيرو مش واحد، بزيرو، لان الواحد دوت هيكنسل الواحد ده، فيطلع سيجما اف اكس هيطلع الرياكشن دوت بزيرو. مش انا هقسم يا احمد؟ لا لسه ما قسمتش حاجه، انا شغال على الفريم كله. اه قبل ما اقسم تمام قبل ما اقطع اي حاجه سيجما اف اكس واحد واحد واكس هيدخل معاك في المعادله واحد واحد واكس وحايد دهيت بكنسل بعضها فاكس يطلع بزيرو. طب من سيجما مومنت المساله كلها عندي اباوت الهنج سبورت دوت يطلع رياكشن واي هنا بكام؟ بزيرو. ومن سيجما اف واي يطلع رياكشن بكام؟ بزيرو. واخد بالك ان الاكسترنال رياكشنز كلها طالعه بزيرو؟ ماشي يا احمد. بعد كده يجي الدور على مين؟ على لينك ممبر.
ايوه معايا معاك يا دكتور. طيب اللينك ممبر هجيبه ازاي؟ هاخد مومنت اباوت انترميت هنج رايت اقطع وارجع لها تاني وانا قاطعها كده قطعت في اللينك دوت افرضه تنشن تنشن تمام ومن سيجما المومنت رايت يطلع رياكشن اف دوت بكام؟ هيدخل معاك مين؟ هيدخل معاك واحد والزيرو والاف. فواضح ان يعني هقول ايه واحد في ثلاثة بتلف عكس الاف في ثلاثة فيقوم طالع الناتج الاف بكام؟ واحد. واحد. معايا يا احمد؟ ايوه. طب هترسم بيندنج مومنت ازاي يا احمد؟ هترسم بيندنج مومنت ازاي؟ هتحسب عند الاطراف. تمام كده؟ هتحسب عند مين؟ الاطراف. خلاص الطرف اللي تحت دوت هجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع بزيرو والطرف دوت هجمع بيندنج مومنت تحت يطلع بزيرو يبقى السكشن دوت ميتزان جوينت يطلع بزيرو السكشن انترميت هنج دوت بزيرو السكشن دوت انترميت هنج بزيرو يبقى انت عندك الجنب ده كله ايه بزيرو بزيرو. طب يا احمد شايف السكشن ده البيندنج مومنت عنده بزيرو طب السكشن عند الاحمال المركزه ديت هجمع بيندنج مومنت من تحت يطلع بكام بزيرو يبقى عندك زيرو وزيرو وصل بينهم. طب السكشن اللي فوق دوت ركز يا احمد وركز كويس جدا في اللي هيحصل دلوقتي انت عندك هنا اف بواحد السكشن ده يا احمد لما اقطع واجمع من تحت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى بتلاتة هيدخل معاك مين؟ هيدخل معاك في تجميعة المومنت هيدخل معاك الواحد دوت والاف طب ما انت عندك واحد وعندك اف دول قد بعض يبقى يعملوا في بعض اه يبقى هيكنسلوا بعض فيطلع البندنج مومنت هنا بزيرو اوصله بالزيرو يبقى السكشن ده يطلع بزيرو اوصله بالزيرو يبقى الفريم كله عليه ايه؟ زيرو بندنج مومنت واللينك عليه ايه؟ نورما فورس اللي هو الاف بكام تنشن واحد. طيب اما اجي احسب بقى الريلاتيف ديسبيسمنت عباره عن مجموع يعني تاثير البندنج مومنت مع تاثير النورما فورس البندنج مومنت انت عندك الام 3 دايجرام كله بزيرو فالترم ده مش موجود معانا فهمت لسه جايبينها تنشن ايه؟ واحد 80 على ايه؟ معناه ايه الكلام الريلاتيف ديسبيسمنت يا احمد طالعه بوزيتيف 80 على ايه؟ معناها ايه؟ يعني الفرض اللي احنا فرضناه صح معايا يا احمد احنا كنا فرضين ايه؟ ان هو تنشن ان هما بيبعدوا عن بعض اه فرضهم بيبعدوا عن بعض طلع فرض صح هما فعلا بيبعدوا عن بعض تمام ماشي يا ابو حميد ايوه دكتور ممكن سؤال بعد اذن حضرتك تمام يا احمد ممكن ايه مين اللي بيسال مصطفى معايا اه مصطفى اتفضل بالنسبه لدكتور الريلاتيف ديسبيسمنت يعني علاقه الانترنال فورس اللي واصله ما بينهم في اللينك ممبر تقريبا ولا مش لازم علاقتها ايه علاقتها هي يعني علاقتها هي بتبقى الانترنال فورس في اللينك ممبر نفسه الديفورميشن بتاع اللينك نفسه اه انت عايز تقول الديفورميشن اللي حصل في اللينك نفسه هو الـ هو هنا الـ يعني في الريلاتيف ديسبيسمنت انا بحسبها دخل معايا تاثير اللينك هنا بس وتاثير البيندنج مومنت يعني تم اهماله عشان هنا بس يعني يعني في الكيس دي يعني صدفه كده طلع الام 3 كله بزيرو تمام يعني هو بس الفريم مش داخل تمام وهنا صدفه عشان ام 3 طالع بزيرو لكن لو ام 3 يعني دي دايجرام كان هيبقى فيه كلام تاني ماشي مصطفى شكرا عفوا احمد عبد الفتاح معاك طيب شايف المساله اللي قدامك شايف المساله اللي قدامك ايوه ده دي كاميرا انا متخن السنتر لاين بتاعها رسمه كده تخين اللي هو الخط الاسود التخين ده السنتر لاين الكاميرا معايا
مع حضرتك يا دكتور. ومتعلق عليها الست لينكات، لينكات معايا؟ تمام. ماشي يا احمد. طيب دلوقتي يا احمد في بس حاجه مهمه جدا، يعني حاجه مهمه جدا انت وزمايلك، انت وزمايلك تاخدوا بالكم منها. الانترميت هنجن انا سامع هنا ايه، قطع الكاميرا، قطع الكاميرا. طيب والانترميت هنجن دي هنا مالها؟ الانترميت هنجن مالها؟ قطع الكاميرا. لكن دي، دي سند الكاميرا مش قطع الكاميرا. فرق كبير بين دول اللي على اليمين على الشمال واللي في النص. دي قطع سنتر لاين الكاميرا، سنتر لاين الكاميرا اللي هو بالخط التخين دوت، ودي قطع سنتر لاين الكاميرا، سنتر لاين الكاميرا اللي هو، اللي هو ده اللي هو الخط الاسود التخين ده. لكن المفصله دهيت دي مش تمام. سند ايه عشان ده فرق كبير جدا في كل حسابات العماله بعد شويه. فما يجيش حد وهو بينقل المساله يقوم راسم المفصله ديت يقوم راسمها كمان قطع السنتر لاين. ما يجيش حد يقوم راسمها كده قطع السنتر لاين، ده غلط. هي مش جايه لك كده تمام. فارسم، ارسم صح زي ما المساله ايه جايه لك. ماشي ارسم ايه صح معايا يا احمد؟ مع حضرتك يا دكتور. في عندك هنا 4 طن، خلي بالك كان في 4 طن متعلقه على اللينكات. كويس تمام. طيب ايه مطلوب يا احمد؟ ايه مطلوب؟ طبعا المساله دهيت يعني بيم وذ لينك ممبرز او لينكد بيم او تراست بيم اللي هي كذا اسم. طلب منك الفيرتيكال ديفليكشن عند ام، الفيرتيكال ديفليكشن عند ام. ادي الام اهي، نقطه ام اهيت تمام. ادي نقطه ام اهيت. تتوقع النقطه يعني الفريم كله على بعضه بنقطه ام دهيت، يعني نقطه ام دهيت ذات نفسها تتوقع انها تطلع ولا تنزل؟ تنزل. ماشي داونورد ديفليكشن. ومش بس كده، طلب منك ايه؟ الطلب التاني ايه؟ ريليتيف ديسبليسمنت بين ام اند ام، ام اند ايه اند ام تمام. يعني نوت ام وان ديت لو انا وصلت ما بينهم خط وهمي عايز اعرف النقطتين دول بيقربوا من بعض ولا بعيدوا عن بعض. معايا؟ حضرتك. طيب اول خطوه يا احمد هنعمل ايه؟ نجيب الام نوت، نحسب الرياكشن للمساله. حلو قوي. بص بقى عندك كام رياكشن، ركز واحده واحده. عندك كام رياكشن؟ عندك هنا الرولر فيه رياكشن واحد، وعندك الهنج فيه تو رياكشنز. طب اللينك ممبرز الست، ست لينكات الانترنال رياكشن ساعتهم مش باينه قدامي. ليه؟ عشان انا ما قطعتش فيهم. معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب يبقى اللينكات ديت جواها internal reactions مش باينه عشان انا ما قطعتش فيهم. طيب يبقى انا كده تركيزي على مين؟ على التلات reactions اللي هما الاكس والواي، اكس اي واي اي والواي اي. هنعرف نجيبهم يعني انا من سيجما اف اكس اهو جايب مين؟ الاكس اي. ومن سيجما مومنت عند نقطة اي، سيجما مومنت المسألة كلها اهو جايب مين؟ الواي ايه. ومن سيجما اف واي مساله كلها جايب مين؟ الواي ايه. يعني مساله عاديه جدا، ثلاث رياكشنز اكس وواي ايه وواي ايه. في مشكله يا احمد؟ لا تمام. طيب يا احمد الخطوه الثانيه بقى، انت لازم تجيب الرياكشنز بتاعت الست لينكات. اجيبها ازاي؟ اجيب ازاي الست لينكات دول؟ اجيب الرياكشنز على الست لينكات ازاي؟ فكر. نجيب ناخد عند الانترميديت هينج مين؟
ناخد سيجما المومنت عند انترميديت هينش يا دكتور عند البي مين. برافو عليك. لو انا خدت مومنت هنا رايت ومقاطع اللينك كده ما عادي يظهر بقى الانترنال رياكشن دوت افرض مثلا تنشن. مين داخل معاك في التجميع دهيت؟ داخل معاك الرياكشن السهم اللي فوق دوت الرياكشن ده والرياكشن اكس والرياكشن مين واي. هما بس دول داخلين معاك يا احمد الرياكشن اكس اي واي اي والاف اللي فوق دهيت اسميها اف 1. نعرف نجيبها؟ هنعرف نجيبها. طيب جبت الاف 1 الخمسه الباقيين انتوا عامل اجيبهم ازاي؟ عند انترميديت هينش دي ده هيت هنعمل ايه؟ ناخد سيجما المومنت شمال مثلا ليفت شمال. هو مش مثلا هو هناخد مومنت شمال يبقى انا كده قطعت مين؟ اللينك اللي عمال دوت افرض تنشن اف 2 خلاص يدخل معاك مين بقى في التجميع؟ يدخل معاك محصله اللود اللي فوق اللي هو الشويه دول هيخشوا معاك شويه اليون في اللود هيخشوا معاك ويدخل معاك السهم اللي هو اللي تحت دوت اللي هو هسميه اف 2 ماشي ويدخل معاك مين الواي اي معايا؟ مع حضرتك. وعلى فكره ممكن اخد مومنت رايت يعني اجي انا اخد مومنت يعني انترميت هنج دايت اخد مومنت رايت بالشكل دوت ومقاطع اللينك ده عادي ومجايب الرياكشن ايه يعني قطع يعني قطع مومنت يعني قطع اللينك دوت ومجايب انترنال رياكشن اللي جواه ماشي يا احمد. ده حل. في حل تاني هو ان اتزان الجوينت اللي هي مين ان تمام جوينت ان. برافو عليك. فيها تلات لينكات اعملها اتزان. التلات لينكات دول في رياكشن انا عارفه لسه جايبه اللي هو الاف 2 الرياكشن دوت تفرضه اللينك بتاع الاف 2 بتاع الواي اس 4 الواي اس 4 انا قاطع انا كده قطعت الاسهم الثلاثه اللي تحت اللي هو السهم ده والسهم ده والسهم ده هم دول هيخشوا معايا في معادله زن جوينت ان وهم جايبهم يعني ده اللينك دوت هيبقى اف 3 واللينك ده هيبقى اف 4 ونفس الفكره هم عاملها فين؟ في زن جوينت عند ام قاطع جوينت ديت قاطع عند الجوينت ديت وانا كده قطعت ثلاث لينكات في واحد فيهم انا عارف الرياكشن اللي جوه اللي هو اف 1 خلاص. التانيين بقى افرض هم ايه؟ تنشن افرض ده تنشن الزين جوينت هيدخل معاك الاسهم الثلاثه اللي تحت اللي هو الاف 1 السهم ده والسهم ده والسهم ده واللود اللي هو 4 تعمل زين جوينت ام تقوم جايب الاف 5 والاف 6 يعني تقوم جايب اللينك دوت اللي هو في اف 5 واللينك دوت اللي هو في 6 كده انت جبت الست لينكات. طيب يبقى المساله يعني كده حسبت الاكسترن رياكشنز اكس اي واي اي واي اي بمقطع اللينكات قطعت اللينكات وعملنا اللي احنا قلنا عليه من شويه استخدمنا انترميت هنج مرتين جبنا اف 1 واف 2 بعد كده عملنا زين جوينت ام وان فهم جايبين الايه الست لينكات ساعتهم على ايه؟ على الكاميرا. طيب ايه بقى المفروض دلوقتي يا احمد؟ نرسم ميديك موت للكاميرا هنحسب عند الاطراف يعني وعند اي تغيير قابلنا يعني هحسب عند الطرف ده وعند الطرف ده وعند انترميت هنج وعند سبورت ده كده سبورت او محمل مركز وعند انترميت هنج. طب ما انت عارف ان الطرف دوت البندنج مومنت عنده بزيرو والانترميت هنج بندنج مومنت والطرف دوت البندنج مومنت بزيرو يبقى كده في عندك ثلاث تمام. يبقى الطرف دوت بزيرو انترميت هنج دهيت بزيرو الانترميت هنج دهيت بزيرو الطرف دوت بزيرو سوري يبقى انت كده عندك اربع نقط بصفار لكن نقطه سي اللي في النص ديت النقطه ديت عندها بندنج مومنت هنقطع ونجمع مثلا يمين هم جايبين البندنج مومنت يدخل معاك طبعا ايه كل الاحمال ديت تدخل معاك ال10 وال32 طبعا انت عندك هنا يعني 32 طالع و10 نازل يعني انا هقراها كان في 22 ايه طالع يعني ممكن اقراها كان في 22 طالع تاني
انت عندك 32 طالع و10 نازل، يعني كان في 22 طالع 22 طالع المسافه 3 هتجيب لك 66. طيب عندك 18 طالع و19 نازل، يعني عند نفس النقطه ديت كان المحصل هنا اسمها ايه؟ زيرو. تمام، يبقى انت فاينلي يعني الزيرو دوت مش هيجيب لك 60 تحت السكشن ده زيرو، السكشن ده زيرو، الترميت هنج هنا زيرو، السكشن ده زيرو. هتوصل بينهم ازاي؟ طبعا ما بين الزيرو ده والزيرو ده في يونيفورم لود، فلازم ارسم ايه البارابلا بتاعتي. طب ما بين الزيرو ده و66 في يونيفورم لود، تمام، فهم رسم ايه البارابلا كده، وادي الدروب بتاعها. طبعا البارابلا وانا برسمها دي بعد ما رسمتها نزلتها تحت. طب ما بين ال 66 ديت وما بين الزيرو دوت مفيش ايه يونيفورم لود، فبوصل ايه ستريت لاين. وما بين الزيرو والزيرو مفيش يونيفورم لود، فبوصل ايه ستريت لاين. ده كده الام نود يا احمد، ودي كده دي النورمال فورسز بتاعت الست لينكات، هسميها ان نود. يبقى كده رسمنا ام نود والان نود. تمام تمام ماشي يا ابو حميد، ركز بقى. احنا عايزين الفيرتيكال ديفليكشن عند ام. طبعا هي مساله تقيله، مساله تقيله في رسم البيندنج مومنت وفي حساب الانتراكشنز. فدلوقتي كده اطلب منك الفيرتيكال ديفليكشن ات بوينت ام، هتقوم راسم المساله كلها فاضيه من غير اي اكسترنال لود، وتقوم جاي على نقطه ام تقوم حاطط عندها ايه فيرتيكال يونت لود واحد نازل. يعني كده بعلق عليها، معلق عليها ايه يونت لود نازل. طيب هتعمل ايه بقى؟ البيم اللي قدامك اللي انا رسم خط تخين هترسم له بعد شويه بيندنج مومنت وهنسمي ام 1، والست لينكات هتقوم حاسب لها الرياكشن ساعتها بنفس الكيفيه اللي احنا عملناها من شويه، والنورمال فورس اللي هيطلع للست لينكات هنسمي ان 1. طب هتجيب الفيرتيكال ديفليكشن ازاي بتاع ام؟ هتقوم ضارب ام نود في ام 1 في ان 1. طيب هنرسم بقى، يعني هنحسب الفورس في اللينكات. طبعا اول حاجه عشان ارسم البيندنج مومنت لازم احسب ايه الاكسترنال رياكشنز، لازم احسب الاكسترنال رياكشنز اللي هو الربع وال 0.75، لازم احسب الاكسترنال رياكشنز الاول. وبعد كده اقوم حاسب الانترنال رياكشنز بتاعت اللينكات بنفس الفكره اللي عملناها من شويه. وبعد كده اقوم حاطط اللينك رياكشنز على البيم، واقوم حاسب عند السكشن بيم، عندي سكشن بيم عندي 1 2 3 4، الاربع سكشن اللي انا معلم عليهم دول كلهم بصفار، لكن السكشن اللي في النص دوت مش بزيرو. اقوم اقطع واجمع يمين، وانا بجمع يمين اللي بيحصل يا احمد الرياكشن دول بيكنسلوا بعض، فمش هيلفوا حوالين السي البوينت 5 دوت، هيلف حوالين السي دي السهم تحت نص في 3 ب 1.5، دي السهم تحت، ادي 1.5 تحت بزيرو. وادي ان هم فرص في كل اللينكات. طيب كان ديفليكشن عند ام عباره عن حاصل ضرب الام نود في الام 1 واجمع عليه حاصل ضرب الان نود في الان 1، طلع النتائج. طلع الناتج 206 على اي اي بلس 411، ومديك علاقه ما بين الاي اي والاي اي، فطلع الناتج 617 على اي اي بوزيتيف. ايه بقى الكومنت بتاعي يا احمد؟ يبقى الفرد صح، هو الفرد طب فرد الفيرتيكال يونت لود لتحت، ده معناه ايه؟ لتحت ان الديفليكشن فعلا يحصل ازاي؟ لتحت لتحت. يبقى انا ايه احط ديفليكشن بالمتر واكتب هنا كومنت ان هو داون وورد ايه ديفليكشن. ماشي يا احمد برافو عليك. طيب مهندس بولا حضرتك يا دكتور، بص احنا عايزين نجيب الريلاتيف ديسبيسمنت بين ام اند ان. هتقوم برسم مساله فاضيه وهتيجي عند ام وان، بوصل خط وهمي ما بينهم. يعني تخيل كده في خط وهمي وصل ما بينهم، تخيل كده في خط وهمي وصل ما بينهم، ومحاطط اليونت لودز اللي انت شايفها، وفرض يا اما بيقربوا من بعض يا اما بيبعدوا عن بعض. انا كده فرض ايه؟ بيقربوا من بعض. طيب يعني هنعمل نفس الخطوات، انا هرسم البيندنج مومنت للكاميرا اللي بالخط التقيل دوت، هرسمها بيندنج مومنت هسميها ام2، ومحاسب الفورس في ست لينكات وهسميها ان2. طيب هنعمل ايه اول خطوه؟ هنحاسب الاكسترنال رياكشنز اللي هم الواي دهيت والاكس دهيت
والواي ديت. طب سيجما اف اكس، سيجما اف اكس المساله كلها بوله واحد واحد يكنسلوا بعض فيطلع الاكس دوت بزيرو. سيجما مومنت عند اي المساله كلها يطلع الواي اي بزيرو. سيجما اف واي المساله كلها يطلع الواي اي بزيرو. يبقى الاكسترنال سوري الرياكشنز بتاعه الاكسترنال سبورتس طلع بزيرو عادي. طيب بعد كده نجيب الفورس في ست لينكات بالطريقه ايه اللي عملناها مع مهندس احمد من شويه. هنجيب السيجما مومنت رايت اهو جايب اللينك اللي على اليمين. طبعا مثلا لو انت خدت بالك سيمتريك يعني اللينك اللي انت هتحسبه هو هنا اف1 هو نفسه يطلع نفس القيمه الناحيه الثانيه. تمام مثلا سيمتريك يعني الثلاث لينكات دول سيمتريك مع الثلاث لينكات اللي على الشمال، الثلاثه اللي على اليمين سيمتريك مع الشمال. اللينك ده هو طلع بزيرو يبقى اللي هناك ده بزيرو. فاضل لك اللينك ده واللينك ده. بعد ما جبنا اللينك رياكشنز يعني حطينا تاثير اللينك رياكشنز على البيم، اللينك رياكشنز حطينا تاثيرها على البيم بالمنظر دوت. البيننج دوت عايزين نرسم بيننج مومنت للبيم. عندي كام سيكشن؟ عندي الاطراف وعندي انترميد هنج وانترميد هنج. الاربعه دول بزيرو. السيكشن اللي في النص دوت هجمع له بيننج مومنت من على اليمين بالشكل دوت فيطلع 1 في 3 بيلف دي السهم تحت 3 بالشكل دوت 3 اوصله بالزيرو على اليمين والزيرو على الشمال. وصل الزيرو بالزيرو والزيرو بالزيرو ده كده ال M2. وادي نورمال فورس بتاع اللينكات السته اللي تحت. واضح طبعا ان هم سيمتريك. طبعا اللينك دوت واضح ان هو طالع من حسابات ان هو تنشن. واضح اللينك دوت ان هو ايه كومبريشن معايا بولا. يبقى اللينك دوت تنشن واللينك دوت كومبريشن. طيب الريلاتيف ديسبيسمنت هتبقى عباره عن ايه؟ حاصل ضرب ال M نود في ال M2 على اي اي وهنجمع عليها حاصل ضرب ال N نود في ال N2 على ال اي اي. تمام على ايه معايا بولا. طيب وانت بتحسب يطلع هنا الترم بتاع الترم اللي هو بتاع البندنج 412 على اي اي بوزيتيف والترم النورمال نيجاتيف 517 على اي اي فطلع الناتج في الاخر بالنيجاتيف 104. تمام ده معناه ايه؟ النقطتين مالهم بيبعدوا عن بعض. ماشي شكرا. طيب بص يا شباب احنا كده فاضل لنا ال احنا كده خلصنا البيمز والفريمز لما يكون معاها لينك ممبرز. ودرس التراس درس سهل وبسيط بس احنا ممكن ان شاء الله ناجله المحاضره الجايه باذن الله. في اي استفسارات عندكم؟ هي المحاضره الجايه يا دكتور هتبقى يوم الخميس؟ لا سوري المحاضره الجايه يعني غالبا هتبقى بكره ان شاء الله. هاكد عليكم ان شاء الله غالبا هتبقى بكره ان شاء الله. هاكد عليكم على ال دكتور ولا اونلاين؟ لا اونلاين بكره. احنا عندنا في الكليه بس لا بكره احنا عندنا محاضرات في الكليه وسكشن. ممكن ثانيه واحده بس